في صلوات كثيرة نجروها ناس ساي، يقول لك صلاة الفاتح دي نجرة واحد مغرب اسمه أحمد التجاني، قال جاني الرسول يا غزة الله منا ولا في النوم ساي عديل كده يا أخوان. النبي بيجي لذول عديل بس كده ببساطة كده بروقة، النبي بيجي لذول عديل كده والنبي مش مات عليه الصلاة والسلام وصحابه مش دفنوا، مش داخل أبو بكر الصديق وغبلوا في راسه وقال طفت حيا وميتا يا رسول الله لا يجمع الله عليك الموتتين، أما الموت التي كتب الله عليك فقد متها، وخرج على الناس وعمر بيكلم في الناس قال لي انصت، الناس بيقولوا بيستمعوا له، قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. بعد ذلك اختلفوا قالوا ندفن وين، أبو بكر الصديق قال له أنا سمعت النبي قال أي نبي مات بيدفن في المحل اللي مات فيه، أي نبي ربنا بيقبضه في المحل اللي بيحب إنه يدفن فيه، طوال يزحوا السرير اللي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه في نفس المكان في حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. كويس. طيب الصحابة بعد ما دفنوه، وأنس بن مالك قال ما نفضنا أيدينا من غبار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. بعد ده يجي يقول لك النبي لاقانين، لاقاك كيف؟ جا من وين؟ وطيب الناس اللي بيسلموا عليه هناك هسه طيب باب السلام، ناس بيخشوا باب السلام ويمرقوا بالباب الثاني بهناك ويسلموا عليه، سلام عليك يا النبي، سلم على ابو بكر، سلم على عمر، بيسلم على منو؟ اذا كان هو قاعد هنا في القماير بيجاي ولا في المعيلق؟ معقول يا اخواننا؟ عشان كده الناس اللي قال جاني الرسول عديل، عديل قابلني، ودي كذبه نمره واحد، كذبه نمره اثنين قال اداني صلاه الفاتح. شوف لو جاك، لو سلمنا جل انه جاك وما بجيك اصله، لو جاك ما بيديك دين جديد، لانه ربنا قال اليوم اكملت لكم دينكم. الايه دي غلط يعني؟ لما يجي واحد احمد التجاني بعد اكثر من 13 قرن، 13 قرن فاتوا ما بعرفوا صلاه الفاتح ولا لاقتهم، بعد 13 قرن يجي احمد تجاني يقول لك جاني النبي واداني صلاه الفاتح، وطيب ال 13 قرن ديل اها ما عرفوها، النبي ما ادى لهم ليه؟ معقول يا اخواننا؟ اليوم اكملت لكم دينكم. الامام مالك رضي الله عنه قال ما لم يكن يومئذ دينا، لما علق على الايه دي قال الشيء اللي ما كان زمن النبي دين فلن يكون اليوم دينا، ما ممكن يكون دينا لا لو زمن النبي مو دين، يعني معناها نتوقع بعد 6 سنة يكون في دين جديد، يجي واحد ثاني يقول النبي جاني اداني دين، وبعد 18 سنة يكون في دين جديد، ولو كان بالطريقة دي دين محمد صلى الله عليه وسلم ما كان وصلنا، أكان أي زول جاب له دين براو وتلخبط الدين كله. على أي حال صلاة فاتح صلاة غيرها من البدع دي ما بتجوز عندنا، بس الصلاة اللي علمنا لها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، أو العلماء قالوا يمكن أن تقول ما جاء في الآية تخفيفا، دار تصلي على النبي انت، ده لك صيغة خفيفة. الصلاة الإبراهيمية هي أفضل صيغة على الإطلاق، كما قال النووي والقرطبي عليهما رحمة الله أفضل صيغة هي. كويس؟ لكن أنت داير صيغة خفيفة، العلماء قالوا تقول في الآية ربنا قال فصلوا عليه وسلموا تسليما، تقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد على الآية، بس على ما جاء في الآية. ممكن كصيغة في الصلاة أنت دار تذكر ماشي في الشارع، راكب المواصلات، راكب حمارك ماشي على الخلا، في حمارك ده فوق اللهم صل وسلم على نبينا محمد، خفيفة. أو تقول صباح ومساء بنفس الصيغة دي، 10 صباح 10 مساء، النبي صلى الله عليه وسلم قال حلت له شفاعتي يوم القيامة، 10 الصباح و10 المساء. وصية القحطاني لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.